النهارده النادي الاهلي هني نادي الرجاء المغربي بعد مباراه تحفه امبارح بصراحه ما بين الرجاء والاتحاد السعودي، فرقتين كبار، لكن الرجاء المغربي قدر ان هو يتفوق بضربات الجزاء الترجيحيه بعد التعادل في الوقت الاصلي بنتيجه 4-4. مباراه كانت كبيره قوي في نهائي البطوله العربيه. فالنادي الاهلي هنئ الرجاء المغربي زي ما حضراتكم شايفين كده التهنئه دي بهذه البطوله، والعلاقات دايما جيده ما بين الاهلي ومختلف الانديه، ولو كان الاتحاد كسب كان الاهلي هيهنيه، وده الطبيعي جدا جدا. ودايما الاهلي بيبقى حريص على ان هو يكون متواصل مع اشقائه في مختلف الفرق العربيه والدول العربيه. لكن ايضا شيء بالشيء يذكر، يعني ناس كتير اتكلموا على الفيديو بتاع بدر بنون بعد ما الرجاء كسب وفرحه كبيره وطاغيه والراجل مبسوط قوي وكلام من ده. ووصل الامر مع كامل الاحترام لكل الاراء، يعني ممكن نكون احنا وجهه نظرنا غلط وانتوا صح بعضكم يعني، وممكن البعض يتفق معانا. في الاول وفي الاخر الحكم بيبقى للجمهور، لكن في حاجات يا جماعه مش محتاجه حكم، يعني في حاجات مش محتاجه نتناقش فيها اصلا. هو بدر بنون ده ابن من ابناء مين؟ الرجاء المغربي. انتمائه في المغرب لمين؟ للرجاء. البطوله العربيه دي شارك فيها ولا شارك؟ لان خلي بالك البطوله العربيه دي من سنتين النهائي بتاعها دلوقتي، يعني البطوله دي انطلقت تقريبا في شهر اغسطس 2019، يعني كان لسه الاهلي اصلا ما فكرش في التعاقد مع بدر بنون اصلا، يعني اصلا. فاللاعب شارك في البطوله دي، فالبطوله بتحسب له. اللاعب منتمي لنادي الرجاء المغربي هناك في المغرب، فسعيد جدا جدا باصحابه وبالفرقه اللي بيشجعها. لكن للاسف الشديد الواحد شاف بعض الانتقادات الكبيره والمبالغ فيها، مبالغ فيها بصوره كبيره قوي بخصوص بدر بنون، وازاي تحتفل كده انت في الاهلي ومش في الاهلي؟ يا عم هو في الاهلي، هو الراجل شايفه عمل ايه يعني؟ الراجل بيعبر على انتمائه، الراجل حابب فرقته. احنا للاسف عندنا في مصر موضوع الانتماء ده قل شويه بسبب بعض المواقف اللي عملها بعض اللاعبين، فابتدت الثقافه عندنا شويه تتغير، لكن الانتماء لسه موجود. لكن عايز اسالك سؤال دلوقتي، هو بدر بنون لما هيلعب مع الاهلي باذن الله تعالى في السوبر الافريقي امام الرجاء هيدخل جون في نفسه؟ هيتخاذل في المباراه؟ طبعا لا، لعيب محترف في الاول وفي الاخر، لكن في نفس الوقت منتمي لنادي هناك ومنتمي لنادي الاهلي هنا لانه محترف وبيحب الاهلي، وشفنا قد ايه هو كان حريص على انه يلعب في النادي الاهلي. ومع ذلك انا عايز اوجه رساله لبدر بنون، يعني انا منتظر انك تقسو على ابناء بلدك في السوبر الافريقي وعلى اصحابك في فرقه الرجاء زي ما عمل علي معلول وزي ما عمل موسيماني. وطبعا طبعا هيبذل قصارى جهده في هذه المباراه وهيموت نفسه في الملعب عشان الاهلي يكسب السوبر الافريقي. فاكيد الرساله هتوصل لبدر بنون وهو مش محتاجها اساسا، لو هو عارف كويس جدا جدا ان الاهلي عايز يكسب كل البطولات، وعارف كويس جدا جدا ان هو اهلاوي دلوقتي بيشجع النادي الاهلي في افريقيا، لكن في نفس الوقت بطوله اصلا الاهلي مش مشارك فيها، ففرحان بفرقته اللي هو كان بيشارك معاها في نفس البطوله. فحاجه يعني مش عايزين نقف عند الحاجات دي يا جماعه، مش عايزين احنا ننتقد لاعبتنا او احنا نقف على حاجات صغيره زي دي، ساعات بيبقى في مبالغه معلش يعني. ده فيما يتعلق بموضوع بدر بنون وتهنئه النادي الاهلي. اختم بس الفقره دي بالكابتن حسام البدري واستعداداته للمعسكر المقبل اللي هيتخلله مباراتين امام انجولا والجابون في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم باذن الله تعالى. الكابتن حسام البدري بيعقد بعض الاجتماعات مع جهازه المعاون بيتكلموا فيه على الترتيبات اللي بتتعلق ببدايه المعسكر اللي هينطلق يوم 28 بعد نهايه الدوري بيوم مباشره. الدوري يخلص 27، المعسكر 28 هيكون في البدايه معسكر باللاعبين المحليين بدون اللاعبين الدوليين، وبعد كده الدوليين يبتدوا ينضموا من يوم 30 من شهر اغسطس في الاجنده الدوليه، والوقت المتعارف عليه في الطبيعي ان هم ينضموا لمنتخبات بلدهم. فالامور ماشيه بشكل كويس جدا، بنتمنى للكابتن حسام بدري كل التوفيق وجهازه المعاون، وباذن الله يفرحونا من خلال انتصارين متتاليين في ماتشين هيتلعبوا ورا بعض، واحد يوم واحد في الشهر 1 سبتمبر مع انجولا، والتاني مع الجابون يوم 5 هناك في ليبرافيل عاصمه الجابون. فان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين، 6 نقاط في البدايه كده تدي دفعه قويه جدا جدا باذن الله للمنتخب الوطني المصري. هروح لفاصل سريع بعديه نكمل فقرات الحلقه، استنوا.